إلى إندونيسيا لنستمع إلى تلاوة المتسابق محمد طه جوهر ينشأ، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد طه جوهر ينشأ، أنا من إندونيسيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. إذن محمد طه جوهر ينشأ من إندونيسيا، وكتابة الاسم كما يرسلها المتسابقون، فما تعليقكم شيخنا الكريم؟ أريد أن أسمع من يعني بعد بداية الفيديو بشوي، نبغى نشغل الفيديو ممكن يا شباب لو سمحتوا، يعني بحدود الأربعين ثانية الأولى بعدها، بعد الأول أربعين ثانية تقريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان شوية، وسبحان الله يا شباب، يعني مشاهدينا الكرام، بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى صراط. طيب، شكرا جزيلا لكم، أعطيكم العافية شباب. شيخنا الكريم، ما تفضل، الكلمة بين يديكم. الله يسلمك، بارك الله فيك يا ابني محمد طه من إندونيسيا، ما شاء الله، الله يبارك فيك، وتقرأ القرآن بلغة غير لغتك الأصلية، وربي سبحانه وتعالى أعطاك صوتا يدل على روح طاهرة، الله يرضى عليك. لكن يا ابني ما زلت بحاجة إلى مزيد من التعلم، الله يرضى عليك. أول شيء لما تقول أعوذ، لا تضغط على أنفك حتى تخرج الواو صافية. مثلها لابد أن تبين الثاء، مثلها يظلمون، بين الظاء، مو يظلمون، ايش هذا الحرف؟ مو عربي، يظلمون. قل انني هداني ربي، وليس هداني يا ربي، انت فتحت الياء، لذلك انا طلبت الاستماع مره ثانيه حتى لا اظلمك، شككت، لكن انا كنت سمعتها مفتوحه، هداني ربي، الياء ساكنه وليست مفتوحه.
إلى صراط مستقيم وقفت ثم بدأت دينا منصوبة، ما يصح يا أخي، هذا موصول ببعضه كله، انتبهت؟ الله يرضى عليك. جاء مددتها مدا طويلا أكثر من المطلوب بكثير، كأنك تقرأ لورش. هذا كله إن تخليت عنه وتدربت عليه إن شاء الله تعالى واختفى، ستكون تلاوتك أجود بكثير، وأنا سعيد جدا بسماع تلاوتك. الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم. إذن المتسابق محمد طه جوهر ينشأ، شكرا لقراءتكم ولهذه التلاوة المميزة.